شكون باش تروح تنتقد انسان. هذا دان كوتي. دوزيام دي شوز سي فاطمه ربما لحقنا ميساج. واش يقول الميساج يهضره؟ يهضره الميساج الاول. المخرجه تعطينا الميساج الاول واش لحقنا. انا راه سمع بيا راه جاي يجري عندي سي وانا الحمد لله ما خبرت حتى واحد. وجينا قبل الاذان وقبل الاذان ومفاجاه طبقنا للدار ديريكت. والله والله قلت لكم قعدوا الفطروا عندي. الله يحفظك الله يحفظك. ولكن انا كنت في عاشور العاشر الثالث. انا جعفر عزيز عليا بزاف ودرت عملية جراحية ليدي ثلاثة تاع العمليات. هذاك الشيء راه بمدينة هذاك الشيء. كمل كمل. وهذه الشنطة للبيع. كمل. أيا درت أربعة تاع العملية تاع الجراحية. درت واحدة في غردايا ودرت واحدة عند قارة ودرت واحدة في 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 لوبيتال ميليتير. ولكن العروق راهم يحرقوا فيا. أنا غدوة إن شاء الله راني غادي نروح لوبيتال ميليتير عند الدكتور تاعي البروفيسور. يشوفني هاد الحريق مي راه جاي. الا كان نجمو بالك عندي حاجه راهي مبوشيتي ولا ربي يجيب الشفاء. والشفاء والله حنا قرينا على شيوخ وتربينا على شيوخ. وانا انسان عندي جوج اولاد ربي يعطاهم لي حلالين ملالين. عندي بنت وعندي زوجه صالحه ربي يحمد ربي نحمد ربي ونشكره. ومن نخدم خدمتي مع جعفر ولا واحد اخر خلي بلاصتي نقيه. انا بلاحة جو سي كوميديان بروفيسيونيل المسرح ولا التلفزيون ولا السينما. انا المخرج اللي يقول لي ها شحال غادي نعطيك نقول له ودي انا اعطيني العامل اللي خرجني نفرح الشعب الدراهم يجوا من بعد. ونضحك الغاشي ونضحك الغاشي ونخرج البسمه وانا في الزنقه والله ما الريح من الشعب من السنان من التصاوير يعني فرحانين. والانسان اللي يتكبر كاع ماشي بنادم. وتحيه للجزائر. كما كنتوا تشوفوا اعزائنا المشاهدين الفنان بلاحه زياني هو طبعا مريض ان شاء الله نتمنى له الشفاء. واش هو تعليقك استاذ قمر الدين على هذه الرساله؟ تعليقي انه يستاهل ربي يشفيه. اولا نقولوا ربي يشفيك ونحبوك بزاف ونحترموك ممثل قدير وكبير. نتمناو ان شاء الله يكون معنا في يوم من الايام إن شاء الله في يا رب. الانوان لما لا لاني انا شخصيا نحبه ونحترمه بزاف. قدم الكثير. يعني الحاجه اللي تقيس بزاف انه الفنان ولا الممثل لما يمرض قليل الناس يروحوا له. يعني شوفوا هو دخلنا الفرحه والبسمه في وقت صعيب وقت رمضان بعد رمضان ديما يضحكك ديما يضحكنا. فنتمنى ان شاء الله من كل الجمعيات مش هذه الجمعيه فقط انها تزوروا وحتى من الدوله ايضا تشوف فيهم هاد الناس لما يمرض لازم حنا نوقف تكون السباقه في الوقف مش فقط نمد لهم جوائز لما يكونوا يديروا نمبر 1 نعطيه جوائز ونكرموه حتى كي يمرض يا خويا انا كي نلقاك في وقت الشده ما صحقكش كي يكون لاباس بيا. صح لاباس بيا يعني نمشي على رجليا طحت بيا يا خويا انت هزني انا مديت لك درك انت على الاقل قيمني واحترم عملي. امين كول ربما تعليقك على الرساله. والله لا ستان كرون مسيو هذا مدرسه 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 بمعنى الكلمه. والحاجه اللي اثرت فيا شوف بلي داير لو كادر تاع سي رب مدين الله يرحمه. يعني انسان يعني هو يعني سي رب مدين هو مدرسه كبيره على كل حال. تيب اللي داير دي كادر تاع ممثلين اللي توفاو الله يرحمهم من الغرب الجزائري حاجه فريمون توشي وفريمون سي ان كادر يعني سي ان بيلي تاع التياتر الجزائري. بلاحة ان شاء الله ربي يشافيه. انا من الناحيه تاعي انا نعطيك حاجه نورمالمون ما يروحوش ليه كما كاين الناس اللي تروح ليه باش تشتهر به. الممثل تاعنا راهو مريض نروحوا ليه بالك راحوا ليه الناس ليه بالخفاء. انا والله غير كي نشوف بلاحه هكا نقولوا راك لاباس عليك راك انسان انت صابور هو صابور دار عمليه وان شاء الله ربي يشافيه. والناس هذه اللي تروح باش تتظاهر به انا ما تعجبنيش قمر دير ماشي تجي جمعيه ولا اي واحد ديرها في الستره وهو لا كان حب يبان يبان فهمني لو كان رايه قصدك يدو رايه بصح بلاحه هو ماشي جا باش يشتكي ولا قمر الدين ما جاش باش يشتكي. ملاحه كان مريض باش الناس تعرف بلي ربي يشافيه. ابراهيم يعني ما تشوفهاش من منظور اخر انه مثلا باش يشجعوا ناس اخرين ويقولوا لهم راكم نسيتوا هذا الفنان واش بلاحه ديجا بلاحه ما على بالهمش الناس كاع بلي كان مريض وكانوا مازالهم يمثلوا في عاشور العاشر يظهر لي كان مريض وكان مريض مسكين. انا ننتحي له ونقول له يا بلاحه انت كنت مريض وما رحتش درت العمليه كملت التورنيش تاعك هذا الشرف لينا وليه شغل هذه شغل حاجه مليحه فيه مسكين حتى كمل التورناج باش راح
دار العمليه الجراحيه تاعو، ان شاء الله ربي يشافيك وبلا حتى تعاود تنوض تعاود تفرحنا ان شاء الله. انا هذا واش نقول باسكو سي با لا بروميير فوا اللي بعد عاشور العاشر كي يكملوا التورنا جا يمرض، سي لا دوزيام فوا جو بونس. العين العين سي لا دوزيام فوا. وبالمناسبه حتى اللي مشات في السوشيال ميديا انه الممثله فريده جو بونس ثاني هي راهي مريضه يمكن نطلبوا ان شاء الله شفاء. شفاء كل مفيده بيتو مش فريده مفيده. مفيده مفيده, مفيدة. ان شاء الله ربي يشافيهم كامل. احنا نقولوا وحنا باش يتجهروا بهم، انا هذه شو سوي كونتر، انا باش الناس تجهر اذا كانت هو ما يسحق والو. هو شوف بلاحه انا نعرف بلي بلاحه انسان لاباس به، خدم للفن الجزائري متواضع وكل شيء، ماهوش يستنى فيه كاش معاونه ولا انا هكا جاب لي ربي، ولا كان باش يحتاج معاناه هو اللي لازم يقول. ما نسحقوش الناس اللي تقول لنا، يقدر هو يرفد سيلفي ولا يحكم تليفون تاعو برك يقول دوكا نقدروا نشوفوها. واكيد فرح بالناس اللي راحوا له سواء في الخفاء ولا في الجهر، اكيد فرح ولكن كل واحد ونيته. اكيد قمر الدين، وانا حبيت نوجه رساله للجميع ان شاء الله كامل يهتموا بالفنانين. وانا حبيت نقول حاجه مهمه، انه بلاحه زين تعاملت معاه شخصيا، انسان صح متواضع وفنان تعامل مع كبار الفنانين في المسرح، مسرح وهران والمسرح الجزائري، ونتمنى صح يهتموا به لانه صح ما داش حقه في الساحه الفنيه. انا نشوفه صح هو كذلك مهمش.